آت يا نوراً أضاء، يا سيد السادات، يا فالعمر مني قد مضى. إني أقول إذا تكلم القضاء، أنا في جوارك، أنا في جوارك يا ابن آمنة الرضا، يا طيبا من طيب من طيب. إني أقول عيوني، إني أقول إذا تكلمني القضاء، أنا في جوارك يا ابن آمنة الرضا، يا طيبا من طيب من طيب. بوجوده كل العوالي قد اهتدى، وبنوره ظلم الظلام صلى على الحبيب. بوجوده كل العوالم قد اهتدت، يا يابا، وبنوره ظلم الظلام قد انجلت، يا من والله يا من براحته الحصى قد سبح. بفصيح منطقها ولفظ عربي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من خوف يوم أغواله تتراكبا، يا من يوالي الله كان مخاطبا، أنا في جوارك، أنا في جوارك يا رسول الله، يوم تأتي المؤمنون ينادوا مرحبا جاء النبي. أنا في جوارك يا حبيبي، أنا في جوارك يوم تسجد شافعا بالمذنبين وكل عبد مذنب. يا بيابا يا بيابا يا بيابا، أنا في جوارك يوم تقول
أنا لها والقول قولك يا رفيع المنصب. وتعلقت وحش الفلا بمحمد والضب قال أيا محمد جيرانا رأيته حسبته قمر إذا كشف اللسان رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا. سمع النداء يا مرحبا بحبيبنا. سمعوني الصلاة على الحبيب. والله ما زال يبقى أهل السماء تكرمه حتى رقى سبع الطباق نبينا وإذا به بحضرة قدسية سمع النداء يا مرحبا بحبيبنا. دسل بساط يا محمد ولا تخاف أنت الحبيب وأنت أكرم من دنا. أخواننا صلى الله الحبيب عندما وصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بساط النور في رحلة الإسراء والمعراج وصل إلى مقام لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب وحد الله حتى وصل إلى بساط النور
وهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بخلع نعله، فنودي من قبل المولى سبحانه وتعالى: يا حبيبي يا محمد لم تخلع نعليك وقد سلمت أنا عليك؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رب، إنني خشيت مرارة الطرد وعقوبة الرد، وخشيت أن يقال لي كما قيل لأخي موسى وهو على رمال سيناء: اخلع عليك تأدبا مع الحضرة الإلهية، فكيف بمحمد وهو على بساط النور؟ فقال له رب سبحانه وتعالى: يا حبيبي يا محمد، إن كان موسى أراد فأنت المراد، وإن كان موسى طلب فأنت المطلوب، وإن كان موسى أحب لقاءنا فنحن أحببنا لقاءك يا محمد. سمونا الصلاة على الحبيب. دس البساطة بهذا النعل ولا تخلع هذا النعل أبدا. والله ما زال يرقى أهل السماء تكرمه حتى لقى سبع طباق نبينا، وإذا به بحضرة قدسية سمع النداء: يا مرحبا بحبيبنا دس البساط يا محمد، ولا تخاف، أنت الحبيب وأنت أكرم من دنا، إن كان آدم للخلائق أولا فنورك يا محمد أول خلقنا، وإن كان نوحا أعطى سفينتان يا با فها أنت يا مختار سفينة علمنا، وإن كان إبراهيم أعطى خلتان فها أنت يا محمد صرت حبيبنا، وإن كان داود الحديد أطاعه فها أنت يا محمد أطاعك خلقنا، وإن كان موسى عن الطور مناجيا فها أنت يا مختار دست بساطنا، وإن كان عيسى قد رفعناه إلى السماء فها أنت يا محمد صرت جليسنا. قيامي للعزيز علي فرض. البخيل من يسمع بذكر محمد ولا يصلي عليه. اخوانا سمونا صلاة على الحبيب. قيامي للعزيز علي فرض. هذا الشعر لشاعر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل حسان بن ثابت. فذات مرة دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المجلس والصحابة يجلسون، قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن الوقوف، قال فعندما دخل فوقف حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لأن القاعدة الشرعية يا أخونا تقول إن الأدب مقدم على الطاعة. فقال له النبي: ألم أنهى عن الوقوف؟ فماذا قال له حسان بن ثابت؟ اسمعوا أيها الأحباب، وهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له: قيامي للعزيز عن الفرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. فقامت الصحابة جميعا الله